هو دلوقتي النادي الاهلي قاعد سنه من غير اي بطوله، فلما نيجي النهارده ما ناخدش بطوله يبقى كله يقلب على منصور. لا لا، المستشار مرتضى منصور راجل 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 ابن راجل. خلاص الله عليك، انا بس عايز اقول لك حاجه، انت راجل انت راجل ما تسمعش الكلفات وده مش مستشار. يا جماعه والله موضوع الضلمه ده مش حلو. انا بحبك يا استاذ المستشار. وده يا حاج يا ابني ثانيه واحده يا امين. استنوا يا شباب امين استاذ المستشار. وده يا حاج بالله عليك ليه مش حلو؟ لان الجن ما بيطلعش الا في الضلمه. يلا بقى يا جماعه جنوب يا جماعه، بس ليه طبعا. اتفضل يا ساتر المصطفى. وصلوا كل العيال اللي عندهم قنوات وصفحات وصفحات، تعالوا احضروا وناقشوه، تعالوا ما تخلينك لو ما جيتش تبقى مقبور ومرتشي. يعني حضرتك